شرفنا اه حضرنا هاي قرار شعبك برلمانك فدرالك جمهورية الصومالية إلى أنه فبقي تدوات كودي أغس لوضا كون إيو تدوية التوانكا قد يقول جوابتا قرار شعبك وقامي برنامجك كودا إلا إيو شنية التوانكا أغسطا لوضا كون إيو تدوية التوانكا حضرنا وحا قد يقول جوابتا مركو دغيستي وربحينتا قد يقول ميسانيتا هي ماليتا هي قرشينتا هي قرار شعبك وحا لقاميي إن سبتي ده أو شنطة أغسطة تهي لبدا كون إيو تدوية طوانكا قراها الله فرق كدوديس تدبو إيريس تميزانية هديو إلى هيا ساس درادد ما داوة أي سورة قلت هاي إن أسبوع قلسي صعودة دوت الميزانية وحا قدقة شورتة ده هاي أي سي رسمي أخ وقوفة سحان عيدة طلب كالسيدة ميزانية ديسة أو كقوان راشين كعيدة iyo xuquuqdii sakare in laga sii isticmaali karo miisaaniyadda biraha luulyo iyo agoosto waxa weeye arrinkaas waa arrin maaragtay ay baraha shacabku ay xil gaar ah runtii iska saarayaan oo aan loo baahnayn in hakad la geliyo miisaaniyadda iyo xuquuqda ciidanka sidaas daraaddeed ra'iisul wasaaraha waxa lagu wargelinayaa iyo wasaaradda maaliyadda oo sidoo kale loo ogeysiinayo hay'adaha kale وحوي سيد حسابيها جود بنك قبلها هي عن تدورك لما هي لها شغل كله معمولك مالية إن لفظيه براح شعب كنا وقولي هاي رالي لك هاي إن لبحيه ميزانية بشلوليو هي بش أغسطس سنة كان أو سنة ما يسترن أحاطه يعني بنويك أما مشهرك أما راشنك لين تطلب كسيدة arrintaas waxa weeye gudiga joogtada ayaa go'aamiyay ee gudoonka golaha shacabka waxa uu qoraal rasmi ah u qorayaa wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud iyo bangiga dhexe ee iyadoo rais wasaaraha waxa weeye si rasmi ah loogu qori doono ee arrintaas waxa weeye shalayto waxa sidoo kale la go'aamiyay ee maalmaha soo socda ilaa inta laga gaarayo 15 bisha agoosto oo la geli doono فصح قوان وحوي حاجك لو بحي الدورة معلمة خاص حولها لقوان دورة أو أي ميزانية هو ينتهي مركا انت أو دور دو ميزانية دو سقطو حكد لما قلين كارو الحقوق دا يهراشينك لين تطلب كسيدا أرن كاس هو قوان بندق جوتدا كسو بحي أو أنو سير رسمي هو ويسين النعيد والبقو أي خصيصو